طاقتك العامة بشكل عام، أنت في جرح، تشعر بجرح وغدر وخيانة. ربما كما قلت كنت في علاقة وقد حصل بينك وبين هذا الشخص خيانة ما، أو ربما أنت تشعر شعور بأنه غدرك وخانك، أو ربما أنت هكذا تشعر بالتعب، بالإحباط، بالمعاناة، تشعر بأن الدنيا سوداء من حولك. ربما هذه البطاقة تكون شعور، مشاعر داخلية فقط، حزن، اكتئاب، هكذا، ليس بالضرورة، أو وجع ظهر. أنت احتمال تكون في هذه الطاقة، في هذه الفترة تعاني من آلام في الظهر، ولكن الفرج قريب بإذن الله. أنت ترى بأن هذا الشخص هو حكيم وعاقل ومتزن وناضج، وكلامه واعي وكلامه موزون ومستقر ماديا. ربما أنت وهو في زواج، أو ربما ترى بأن إذا كانت العلاقة هذه جديدة، ربما هذا الشخص يعجبك جدا وتراه بمكانة رفيعة، احتمال أن يكون هذا الشخص مستقر ماديا بشكل جيد. أنت هذا الشخص احتمال بأنه يكون متباعد عنك في هذه الفترة، قد عمل لك بلوك، أو ربما يكون في قرار اختيار بينك وبين شخص آخر. ربما أصدقائي تكون هذه الطاقة للشخص القديم وهذه القراءة للشخص الجديد. إذا احتمال أن تكون أنت وهذا الشخص متباعد في هذه الفترة، احتمال بأنه قد يكون قد قطع عنك التواصل في هذه الفترة، ولكن هو يبدو بأنه عملي جدا ومشغول ومنهمك جدا في أعماله في هذه الفترة، أو بأن هناك علاقة ثلاثية بينك وبين هذا الشخص من طرف هذا الشخص، احتمال بأن يكون هذا الشخص مع شخص آخر، ربما هو مستقر، ربما هو متزوج من شخص آخر، احتمال بأنك أنت تراه أنه متزوج وهو متباعد عنك لأنه متزوج أو منهمك بأعماله. هو بالفعل متباعد، وهو يشعر أيضا بكسرة كبيرة في القلب. ربما أنت وهو في علاقة ثلاثية، ربما هو من طرفه العلاقة الثلاثية، ولكنه يشعر بالاكتئاب، لا يعرف ماذا يفعل. طاقتك لهذه القراءة، أنت في وضع جدا صعب في هذه الفترة. أنت ظهرت لي في الطاقة العامة بأنك مجروح ومغدور وتشعر بالخيانة. ثلاث أوراق ظهرت لي هذه في القراءة، والقلب المكسور هذه، ويبدو بأن هناك مشاكل كبيرة بينك وبين هذا الشخص. ربما هذا الشخص هو الذي تركك ودخل في علاقة ثلاثية، قد جرحك وغدرك، وأنت الآن في طاقة خوف وارتباك. ربما تكون قد تعاني من مشاكل نفسية في هذه الفترة بسبب هذا الشخص، ربما اكتئاب وقلة ثقة وصعوبة في تشعر بصعوبة، صعوبة الحياة من بعد هذا الشخص، تشعر بالفعل بالاكتئاب، أو ربما أنت الآن في مرض بالفعل. هذه مشاعرك، طاقتك بالنسبة لهذه العلاقة. أنت تشعر إذن بقلة الثقة والاكتئاب وبالخوف. هذا الشخص يظهر لي بأن هذا الشخص يحب المغامرات، وظهرت لي أيضا هنا بأنك أنت الذي تراه في علاقة، في استقرار، وهو قد قطع عنك التواصل، وهو أيضا في علاقة ثلاثية ومتباعد. يظهر لي بأن هذا الشخص من طرفه هذا الشيء، هو متباعد وهو قد قطع عنك كما قلت التواصل الاجتماعي، وهو شخص مهتم بنفسه وبحياته في هذه الفترة، مهتم بجماله، بحيويته، هو
بعيد عنك، هو من قرر أن يبتعد عنك، وأنت جدا متأثر بهذا أنت بالفعل تحب هذا الشخص، تحب هذا الشخص، ولهذا السبب قد شعرت بالغدر والخيانة. أنت تشعر بأن هذا الشخص هو العالم بالنسبة لك، أو ربما تشعر بأنه ممكن أن يكون بعيد هذا الشخص في البلاد، هو من بلد وأنت من بلد، أو ربما يكون في اختلافات كبيرة بينكما بالجنسية، بالمكان، بالبلد، بالحياة، بالحالة الاجتماعية. أنت تراه وتشعر بأنه قد أغلق عليك، ربما أغلق عليك مواقع التواصل الاجتماعي، أغلق عليك، عمل لك بلوك، وأنت الآن بعيد، لا تقدر أن تتواصل معه، ولا تعرف أخباره، ولا تعرف أي شيء عنه. أنت هكذا تشعر، وتشعر أيضا بالاكتئاب من جراء ما حدث. مشاعر الحبيب بالنسبة لك، هو يراك الاستقرار، هو يراك بأن معك سيكون استقرار ورفاهية والحالة المادية جيدة، ويشعر بأنك أيضا احتمال أنت من يدعمه ماديا احتمال، أو بأنه وجوده معك سيكون عنده استقرار مادي كبير. هو يشعر بأن صحيح بأنه متباعد عنك، وصحيح بأنه لديه في هذه الفترة علاقات أو علاقة، أو هناك طرف ثالث أكيد في هذه العلاقة، ولكن هو يشعر بالاستقرار معك، هو يشعر بأنه لو كان معك هو سيكون مرتاح أكثر ومستقر. ربما الظروف حياته التي سببت له ودعت بأن يكون بعيد عنك في هذه الفترة، لكن هو يعرف قيمتك جيدا. هو كيف يراك الحبيب؟ يرى بأنك حزين جدا، يشعر بك ويشعر بحزنك، ويشعر بالعذاب الذي تتعذبه بغيابه. هو يعاني ويشعر بك كما أنت تعاني أيضا. هو صحيح بأنه متباعد أقول، لكن ربما تكون ظروفه هي التي دعته إلى هذا. هو يشعر بك ويشعر بأنك تعاني بسببه. هذا الحبيب يريد، ينوي أن يكون معك متوازن، أن يعمل توازن بينك وبين شيء آخر، شخص آخر، ربما هذا الشخص الذي دخل بينك وبينه في العلاقة. ربما يريد أن يوازن أموره لكي تحصلا على الشفاء، لكي ينقل هذه العلاقة بينك وبينه إلى مراحل أفضل ويرضيك. هو يحاول أن في خطوته القادمة أن يرضيك. هو يفكر في هذا، يأتي إليك ويحاول أن يكون معك في توازن، ربما يكون في عرض بينك وبينه، كلام بينك وبينه، يكلمك عن أخباره، عن أموره الشخصية، ويحاول أن يعمل توازن بينك وبين الشخص الآخر الذي في حياته. خطوته القادمة بأن يستعلم عن أخبارك، يتجسس، يتخفى، يستعلم عن أخبارك. ربما يكون في هذه الفترة يحب فقط التلاعب، الدعابة، ربما يحب أن يعيش حياته. خطوته القادمة ممكن أن يعيش حياته في هذه الفترة قبل أن يأتي إليك، ربما، أو ربما يتسلل، سوف يتسلل ويتخفى، يراقبك عن طريق أحد الأصدقاء، ربما عن طريق أحد المعارف، عن طريق السوشيال ميديا. ربما يحاول أن يستعلم عن أخبارك بطريقة متخفية ويأتي إليك. هو يريد أن يعمل توازن بينك وبينه، لكن ليست بطريقة مباشرة. هو لا يريد أن يأتي إليك مباشرة، هو يريد أن يستعلم بالبداية عن أخبارك، عن أحوالك، ماذا حدث، ماذا حصل بينكم، يعني أمورك بشكل عام. هو مصير هذه العلاقة جدا جميل، بإذن الله ستكون هناك مصالحة وزواج وحب كبير بينكما. هذه البطاقات جدا جميلة، وهذه تدعوك، هذه البطاقة هذه تقول لك خطوبة، وهذه القراءة جدا جميلة وواضحة. هذه القراءة سامح وتعلم.
هذه القراءة جدا جميلة. هناك مشاكل بينك وبين هذا الشخص، أنتما الاثنان تحبان بعضكما جدا وأنتما توأم روح، ومصير هذه العلاقة سيكون بإذن الله زواج بينكما. حصل بينكما خلافات كبيرة أدت إلى تباعد الاثنان، وجود طرف ثالث بينكما أدى إلى ابتعاد أحد الشخص هذا الحبيب عنك، ولكن سيعود وستكون بينكما زواج وخطوبة والرجوع بإذن الله. ولكن ستقول لك هذه البطاقة: سامح وتعلم، تعلم من أخطائك. إذا كنت أخطأت، إذا كنت أعطيت هذا الشخص أكثر من حقه، حب نفسك بالأول ولا تعطي أكثر من قيمته. أحب نفسك أولا ثم أحب الأشخاص من تريد. إذا هذه العلاقة علاقة توأم روح، وسيكون رجوع وخطوبة وزواج بإذن الله. ولكن هذه البطاقات أيضا تدعوك بأن لا تبوح بأسرارك، اخفي المعلومات، لا تكون صريح وواضح بشكل كبير أمام كل الناس. وأنت شخص تستحق هذا الحب الكبير الذي أنت فيه. نصيحتك لهذه القراءة أن تخرج من هذه الطاقة. أنت في وضع صعب جدا، أنت تشعر بمعاناة واكتئاب وطاقة قوية جدا، أنت تشعر بعشرة سيوف وعشرة عصيان وعشر جميع الطاقات الصعبة موجودة عندك. اخرج من هذه الطاقة وافتح قلبك للحب، فأنت شخص محبوب وأنت تستحق الحب. ابتسم وافتح قلبك للحب لكي تدخل الطاقة الإيجابية إلى حياتك وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه. في هذا الشخص سيعود بإذن الله، لكن كل ما عليك بأن تعطي مجال لقلبك لكي تحب من جديد، وتسامح، حاول أن تسامح هذا الشخص لكي تدخل على نفسك، إلى نفسك وإلى روحك الطاقة الإيجابية. فأنت بإذن الله ستكون هذه العلاقة ستكون فيها رجوع وتوفيق بإذن الله، وزواج وخطوبة. قراءة جميلة جدا. شكرا لكم برج الميزان على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم.